كرة القدم السعودية انطلاقة لسعود حمود وينطف فيما قبل المباراة، لكن المباراة الآن بهذه الصورة ملعوبة الآن وخطيرة. جول 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 بسرعة أمام هوساوي وراوغ العتيبي، لكن النهاية وهكذا كانت، وكان بالإمكان أن تكون الكرة أقوى من ذلك. وهذا النجم اللي ربما يتقدم الكل ملعوب الآن من الشلهوب، اصطدت في الحائط النصراوي وتعود مرة أخرى وعن طريق الشلهوب في الجهة اليمنى عن طريق الكوري. إرسال الكرة للأمام والتسديد من بدر لم طول بخمسة أهداف نظيفة. الفريق المنتشي ليس فقط في هذا الموسم وإنما منذ سنوات بالفعل، ولدينا ويل هيمسون يرسل الكرة الآن وخطيرة والتسديدة موجودة، وعبد الله اللعنزي يتألق في إبعاد الكرة الماضية. جس نبض في بداية المباراة، المباراة تلعب بهذه الصورة السريعة. بالتالي لو تعطل الاتحاد اليوم وفاز الهلال اليوم، بالتالي حقيقة تكون الأمور كرة القدم السعودية، لأنه درب الأخضر السعودي أولا ودرب الاتحاد. وكرة عالية ملعوبة للأمام في الكرة الماضية، قادم من الدوري الكويتي مع النادي العربي، كان هذه محاولة عالية والكرة بالرأس موجودة من قاعد البدلاء، ولكنه أيضا حاضر وجاهز، ولدينا محاولة موجودة والتسديدة موجود قيلي والقال والآن وهذه محاولة موجودة ضربة حرة مباشرة. إذا كان الخيار بالقدم اليمنى فهي إلى رادوي، بالفعل أول أهداف المباراة مساء اليوم، لكن لا زالت الأمور بدون أهداف بين الهلال الذي يهجم الآن ويتقدم الآن، ونواف العابد سدد، وعبد الله اللعنزي كان حاضرا في الكرة الماضية بالصورة المعتادة للحارس النصراوي عبد الله اللعنزي. الكرة قوية لكن الآن مرتدة موجودة، الآن مرتدة موجودة الآن للنصر عن طريق المطوع أو أحمد عباس، يتقدم ويحاول ويسدد، وكرة خطيرة موجودة. أحمد الفريدي في مباراة اليوم، مرور موجود عن طريق ويلهمسون، حسين عبد الغني متابع ومراقب، والكرة موجودة الآن والتسديدة موجودة والمحاولة اليمنى بشكل ممتاز، وهذه حقيقة ميري فريق نادي الهلال في الأجواء المعتادة عندما يتعلق الأمر بديربي كرة القدم السعودية، والكرة في المكان السليم ممكن يسدد سدد. عندنا لاحظ ولاحظ رد فعل حقيقة جمهور، ولاحظ هنا ياسر القحطاني للأمام موجودة سريعة جدا، خطير كانت، لأن عبد الله العنزي في اعتقادي أنه في الشوط الأول من المباراة، والمباراة الآن في الثواني الأخيرة.